وتناديني حتى وإن كنت أحتضر لجوارك حتما تجديني. لا أسأل ماذا عن ديني أو نفسي وماذا فالأمر قضي فلأجلك صرت مسيح وتبرأت من موتي وغسلت يديك وقلت إني بريئة من هذا البار بضمير تعبيري حرية قتل وتكفيري. يا أمي أفيقي وانتبهي فمصيرك هو نفس مصيري هو نفس الهم كوني أنت فقط لا تكوني هم كوني لمن أنجب فتكوني ترياقا للسم والمولى ناصرك وناصيري. في سؤال بيتكرر حتى بين المسيحيين عن يسوع المسيح ما كتبش إنجيل ليه؟ وأين هو الإنجيل اللي إذا كتب وإذا كان كتب؟ في بعض المواضع السيد المسيح كان بيقول وحيثما يكرز بهذا الإنجيل، وفي الوقت ده ما كانش في إنجيل مكتوب. ماذا كان يقصد المسيح بكلمة بهذا الإنجيل؟ لما المسيح كان بيقول حيثما يكرز بهذا الإنجيل يكتب عن هذه المرأة، بعض الناس فاكرين أن المسيح هنا بيتكلم عن إنجيل مكتوب أو إنجيل هو بيكتبه أو إنجيل نزل عليه. لا، كان بيقصد بكلمة الإنجيل هو هذا الخبر السار، هذه البشارة، وحيثما يكرز بهذه البشارة بهذا الخبر. المسيح ما بيشاورش على إنجيل مكتوب، بيشاور على الإعلان ده، على البشرة دي. حتى في حاجات مثلا أنه زي امرأة إيمانها كان قوي فبيقول بهذا الإنجيل هذا الخبر السار. الحقيقة المسيح مش بيتكلم خالص عن إنجيل هو كتبه، لكن إن الإنجيل هو البشارة المفرحة، وعندما تنتشر البشارة المفرحة لجميع الناس لابد أن تقدر هذه المرأة فيما فعلت. لا يوجد إنجيل كتبه السيد المسيح. المسيح ما كتبش ولا حاجة. إحنا كمسيحيين لا نؤمن أن المسيح كتب إنجيل، ولا بنؤمن أن فيه إنجيل نزل على المسيح. وبيقولوا الحاجة الوحيدة اللي كتبها وقت المرأة الزانية دي لما عاد يشخبط في الأرض، ويعني بيقولوا شخبط بس، يعني ما نعرفش كان بيكتب إيه. في مفاهيم خاطئة عند غير المسيحيين ان في انجيل المسيح كتبه او في انجيل نزل على المسيح. كل رسالته كانت شفويه خلال الثلاث سنين اللي موجوده على الارض. المسيح نفسه كان انجيل، حياته، تعليمه، اعماله، معجزاته، عظاته، كلها دي كانت انجيل في حد ذاته. السيد المسيح جاء يبشر للناس، يقول توبوا وامنوا بالانجيل لانه قد اقترب منكم ملكوت السماوات. ولم يكن هناك إنجيل مكتوب، لأن كلمة إنجيل تعني بشارة مفرحة أو خبر صار، والسيد المسيح هو الخبر الصار نفسه، هو البشارة المفرحة، وجاء يحمل البشارة المفرحة للجميع. كلمة إنجيل باليوناني هي إيفانجيليون، وكلمة إنجيل معناها البشارة المفرحة أو البشارة السارة، الخبر السار. وهذه البشرة بتتلخص في أن المسيح تجسد، المسيح أخذ صورة إنسان، المسيح عاش على أرضنا، جال يصنع خيرا، المسيح مات على الصليب، المسيح قام من بين الأموات. حينما وقف في المجمع ودفع إليه سفر أشعياء ليقرأ، ففتح السفر ووجد مكتوبا فيه روح الرب علي لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأنادي للمأسورين بالإطلاق وللمزبيين بالعتق. فجاء يبشر بالبشارة المفرحة للجميع، ينادي بالقبول للجميع، إني أنتوا الآن صرتم مقبولين، أنتم الآن صرتم مخلصين بعمل الفداء اللي هقوم بيه.
هو يسوع المسيح حقق المكتوب عنه بمجيئه الفعلي. خلاص اتكتب عنه وهو المسيح المنتظر، هو جه فعلا. فالبشارة المفرحة هي المسيح نفسه وهو عمله الفدائي اللي أتمه على الصليب من أجل خلاص العالم. الأناجيل اللي موجودة هي شهادات لناس عاشوا وسمعوا وشافوا المسيح فبيدلوا بالشهادات بتاعته. هذه البشارة بشارة واحدة لكن دونها أربع رواه: متى، مرقس، لوقا، يوحنا. كتبت من أربع زوايا مختلفة من أربع أشخاص مختلفين لكنهم جميعاً يقدمون بشرى الخلاص لجميع الناس. نقطة أربع أناجيل أحياناً بتبقى مسار يعني لبس للإنسان. هو إنجيل واحد وهو يسوع المسيح. يعني هذا مفهوم خاطئ، الناس فكرة عندنا أربع أناجيل، هو عندنا إنجيل واحد بس كتبوا أربع أشخاص مختلفين. ليه في أربع أناجيل؟ ده مهم جداً. حتى في ناس تقول طب ما نلمهم كلهم في إنجيل واحد، أو ممكن حد يقولك إيه ده أي حاجة والتاني أي حاجة تانية. إحنا عندنا حاجة اسمها بشائر أربعة، أو نسميها كده الإنجيل حسب ما كتبه متى، الإنجيل حسب ما كتبه مرقس، الإنجيل حسب ما كتبه لوقا، الإنجيل حسب ما كتبه القديس يوحنا. يوجد أربع بشائر من أجل أن القصة إذا حكاها إنسان واحد ربما تكون من جانبه وبحسب رؤيته، ولكن إذا حكاها أربعة أفراد إذن هناك أربعة قصص سمعتها لنفس الحدث. إحنا لو تخيلنا أن موقف معين حصل وكنا كلنا حاضرين، لو سألت كل واحد هيحكي الموضوع من منظور بتاعه هو. لما يجوا يكتبوا عنه بعد ما أتم العمل الخلاصي بيكتب لناس في خلفيات مختلفة. كل واحد من الإنجيلين الأربعة بيكتب لفئة معينة أو لشعب معين. متى كتب للعبرانيين، ولذا كتر من عبارات كما قيل في العهد القديم، كما سمعتم أنه في العهد القديم قد قيل كذا وكذا وكذا، لأنه بيكتب للعبرانيين لليهود، فبيربط ما بين أصفار العهد القديم وما بين العهد الجديد. كان بيربط العهد القديم ونبوات العهد القديم بشخص المسيح علشان يقول لليهود إن هذا المسيح هو المسيا الذي تحدث عنه العهد القديم. خد اتجاه اليهود فهتلاقيه مركز قوي ان المسيح هو اللي تمم نبوات العهد القديم، فبالتالي واخد الاتجاه اللي يقنع بيه اليهود وما يفهموا على طول، فمش هيقعد يشرح تاني من جديد المسيا ليه وازاي والقصة دي كلها. مرقس كتب للرومان، ولذا انجيله يمتاز بانه انجيل حيوي سريع في 16 اصحاح بيكتب أحداث كتيرة، واخد الاتجاه بتاع الرومان اللي عايزين القوة، فقدم لهم المسيح اللي بيعمل معجزات، المسيح القوي، فابتدى ياخد اتجاه معين في الإنجيل بتاعه عشان يوجهه للرومان. ثم لوقا بيكتب لليونانيين، أصحاب الفلسفة وأصحاب الأداب وأصحاب الرقي في المعرفة، فبيكتب لهم عن المسيح الإنسان الخادم البازل نفسه من أجل خطايا العالم، اللي بيبحث عن الخروف الضال وبيبحث عن الابن الضال، اللي اهتم باليهودي واللي اهتم بالأممي، اللي اهتم بالرجل واللي اهتم بالمرأة، المسيح اللي اهتم بالعشرين، المسيح اللي اهتم بالخطاة، المسيح الإنسان ابن الإنسان. اليونانيين يهمهم الحكمة، فابتدى يتكلم عن المسيح أنه رب الحكمة، وابتدى يوضح أقواله بطريقة معينة عشان يقنع هؤلاء اليونانيين. ويجي القديس يوحنا بيكتب بعد ما كل دول كتبوا وفي نهاية القرن الأول الميلادي، وتكون بعض البدع ابتدت تظهر تخص شخص السيد المسيح، فيكتب إنجيله بفكر لاهوتي ورغبة في البرهنة والتأكيد على ألوهية السيد المسيح. إنجيل يوحنا باعتبار أنه آخر إنجيل اتكتب، فهو كتب كل حاجة هم ما كتبوهاش، يعني بعد عن كل الأحداث اللي كتبوها الثلاثة إنجيليين اللي قبله، وابتدى يكتب الأحداث اللي إيه من وجهة نظره بيقدمه للعالم كله. فكل واحد فيهم كان يكتب بالروح القدس، نعم، وكان يكتب وحياً من الله، نعم، ولكنه كان يكتب إلى جماعة معينة يهمها أن تعرف شيئاً معيناً عن المسيح. إزاي يكتب للقاهرة زي ما يكتب لنيويورك يكتب لأنقرة؟ يعني ربنا لما يقرب لنا نزعل؟ كل بشير من البشائر الأربعة كان يكتب لفئات معينة من الناس، وكل واحد كان بيتناول زاوية مختلفة من حياة المسيح،
وكان البشرين الأربعة لما نجمع كل اللي كتبوه بنجدهم بيحاولوا يوصلوا لنا صورة كاملة متكاملة عن حياة المسيح. لو حطيت الأربعة مع بعض تقدر تحط الصورة العامة اللي هي حصلت فعلا. ليه؟ لأن الأربعة موجودين، الأربعة شافوا، الأربعة كتبوا، وبالتالي الأربعة شهود عيان. عندي جوانب متعددة للقصة. البشائر الأربعة مكملة لبعض، وعشان كده ده كان الغرض من أني أربعة يكتبوا مش واحد بس. الكنيسة لما جمعت الكتاب المقدس وتحديداً العهد الجديد، الكنيسة رأت أن هناك كتب كثيرة غير موحى بها من الله. الكنيسة حطت معايير، الكنيسة حطت شوية مبادئ وقاست هذه الكتابات بالمبادئ دي. فمثلاً بنجد البشائر الأربعة، سفر أعمال الرسل، رسائل بولس إلى آخره. الأناجيل الثانية زي مثلاً إنجيل يهوذا أو إنجيل مريم، كل دي كانت كتابات موجودة لكن الكنيسة لم تعترف بها، والكنيسة لم تعتبر أن هذه الكتابات موحى بها من الله. بخصوص إنجيل برنابا، إنجيل برنابا كتب في وقت متأخر جداً، غالباً كتب بعد القرن الـ14، لا يوجد له أي ذكر حتى في القرآن الكريم. يعني حتى لو هذا الإنجيل كان موجوداً قبل القرن السابع لكان أشار إليه القرآن، وحتى لم نجد له أي إشارة في التفسير الإسلامية. يعني مثلا المفسرين المسلمين لما بيتحدثوا أن هناك شبيه للمسيح صلب بدلا منه، حقيقة موضوع الشبيه ده فيه 4-5 آراء، فيه 6 آراء تقريبا. بينما إنجيل برنابا بيذكر أن الشبيه كان يهوذا الإسخريوطي، فلو كان إنجيل برنابا اللي ذكر أن الشبيه اللي صلب مكان المسيح هو يهوذا الإسخريوطي، لو كان هذا الإنجيل موجودا قبل القرن 14 لكان المفسرين المسلمين استعانوا به وقالوا أن الشبيه كان يهوذا بدل من التخبط في من هو الشبيه. وبالتالي إنجيل برنابا إنجيل مزيف، وضعوا شخص أوروبي في القرن الـ14، وهذا الإنجيل يتناقض مع الكتاب المقدس، يتناقض مع القرآن الكريم، وواضح أن الشخص اللي كتبه نسبه إلى برنابا بتاع العهد الجديد اللي اسمه مدون في سفر أعمال الرسل علشان يعمل عملية تمويه إن هذا الكتاب مكتوب منذ القرن الأول، لكن في حقيقة الأمر هو شخص ربما كان يهودياً ثم اعتنق المسيحية، وبعد أن اعتنق المسيحية اعتنق الإسلام وكتب هذا الكتاب اللي به من الأخطاء العلمية والتاريخية والجغرافية أخطاء كثيرة لا حصر لها. إنجيل لوقا كتب لليونانيين ولكن لشخص معين وهو العزيز توفيلوس. بيذكر في بدايته طبعا أنه هو بيدور عايز يجمع أهم الشهادات، فهو بيهدي الكتاب إلى صديقه توفيلوس. ده لا يعني أبدا أنه هو ليس إنجيلا وليس وحيا، بدليل أن رسائل القديس بولس الرسول إلى تلاميذه، إلى تيتوس، إلى تيمساوس، ما دي رسائل، إلى فيليمون، ما دي رسائل شخصية بعتها الرسول القديس بولس إلى أفراد، ولكنها هي جزء أصيل من الوحي المقدس وجزء أصيل من الكتاب المقدس. يبدو أن توفيلوس كان كمان بيدور على حاجة عن يسوع، وكان حاجة الجماعة المسيحية في الوقت ده إلى إنجيل، هو بيهدي إنجيله ده زي ما أنا مثلا أكتب كتاب وأهديه إلى شخص، ده مش معناه أنا كاتبه بس عشانه هو، لكن ده نوع من الإهداء. بالتأكيد كان بعته عشان ينشره للعالم كله، وهو قال لي توفيلوس اني القصه اللي بيتنقلها الناس انا احكي لك القصه الحقيقيه، وكان قصده ان هو يقول لي توفيلوس اني القصه الحقيقيه اللي انا احكيها لك دي انشرها بين الناس وخلي الناس يعرفوها. الجمله دي كمان كان ليها غرض انها كشفت لنا ان كاتب سفر اعمال الرسل هو بعينه كاتب سفر انجيل لوقا، لانه في سفر اعمال الرسل يقول له المره الاولى كتبت اليك أيها العزيز توفيلوس لأعرفك عن الأمور الحادثة عندنا في أورشليم، ودلوقتي بكتب إليك على التوالي. فكشفت لنا العبارة دي إن اللي كتب إنجيل لوقا هو بعينه اللي كتب سفر أعمال الرسل، وده أمر جميل جدا تحققنا منه عن قانونية سفر أعمال الرسل. فالعبارة القديس لوقا يعنيها
رغم أنه كتب إنجيله لليونانيين إلا أنه يعنيها عشان ربما يؤكد بيها أن كاتب سفر الأعمال هو بعينه كاتب إنجيله. أنا صراحة شايف أنه في مشكلة كبيرة جداً في مصر هنا، نظرتنا للوحي. مفهوم الوحي في المسيحية تعرض لكثير من اللبس، وخصوصاً بين المسيحيين أنفسهم. الواقع الوحي في المسيحية واليهودية ده مهم جداً، مش بس في المسيحية، عمره ما كان وحي إملاء أو أنه ملاك بيظهر يملي شخص أو أنه الروح القدس يقعد يوشوش حد في ودان. الوحي في المسيحية بنؤمن فيه إن وحي بيعمل مع الكاتب، فهو وحي ديناميكي، يعني في تفاعل مع الوحي، يعني ما بيلغيش ثقافاته، ما بيلغيش معرفته، ما بيلغيش إنه حاضر للأحداث وإنه شاف بعض المواقف. لكن الوحي ممكن يكمل للكاتب بعض الأحداث ما حضرهاش، بعض الأمور مش ملتفت إليها. يقول كده الكتاب المقدس: كل كتاب هو موحى به من الله، هم كتبوه وهم تحت هيمنة وسلطان الروح القدس الذي حفظ ما كتبوه من الخطأ، كتبوا ما يريده الله. كل شخص بيكتب بلغته، بثقافته، بقوته في اللغة أو ضعفه. ومن الروح القدس ما زال أروح الله موجود يعمل في الكنيسة وفي المؤمنين وفي غير المؤمنين، وهو الذي يشهد للحق. فالوحي ما بيلغيش شخصية الكاتب، ما يلغيش خبراته، وما يلغيش ثقافاته، وما يلغيش انطباعه الشخصي. عشان كده كتابات القديس بولس تطلع بفكره وبفلسفته، وتقدر ان انت تقرأ للقديس بولس من غير ما انت عارف ان الجزء ده من الرسالة الفلانية للقديس بولس، تقول دي منظرة كده كتابات القديس بولس كده. لما تشوف كتابات الرسول القديس بولس في عمقها وفي المصطلحات الفلسفية اللي بيستخدمها مختلفة تماماً مثلاً عن ما كتبه البشير متى. متى إنسان بسيط، تعليمه بسيط، يعيش في قرينة ثقافية واجتماعية مختلفة عن القرينة الثقافية والاجتماعية التي عاش فيها القديس الرسول بولس. ترك حياته وتعليمه لتلاميذه اللي علمهم في مدرسة، فصل تلاميذ المسيح عبر 3 سنوات ويزيد، اللي علمهم وصاياه. هم هؤلاء بعمل الروح القدس فيهم بعضهم كتب أناجيل، وبعضهم كتب رسائل، وبعضهم لم يكتب إنجيلاً ولا رسالة، ولكن نزل بنفسه يكرز للعالم بالرسالة المسموعة لليوم. هم البشارة المفرحة، سيد المسيح اللي
قدمته ما ضمتوش الأضرحة حياته.